اشتريتي الجرايد؟ ايوه. جبتي الخضار؟ ايوه. منيتي القلل ورشيتي الزرع وحضرتي اللحمه؟ مسحتي للفراخ، لميتي البيض، عضيتي الارانب، زغطتي البط، نقعتي الجبنه، دمستي الفول، قمعتي الباميه، خرطتي الملوخيه، نقعتي السجاده، كنستي البلكونه ومسحتي الفسحه، هويتي المراتب، شطفتي القمصان، قرضتي الاساور ودعكتي اليات، خيطتي الزراير، رقعتي البنطلونات، طلعتي الحنفيه، زيتي الكوالين ولمعتي الباركيه، شديتي السيفون. ايوه يا ستي. قصيتي ضوافرك وحلقتي دانك. ايوه يا ستي. قريتي القسم وحييتي العلم. قريت القسم بس لسه العلم. طبعا ما هي سايبه. اوعي بنت تكوني فاكره نفسك بتشتغلي عندي ببلاش، ده امك بتيجي كل اول شهر تاخد جنيه ونص. علم زي القطط تاكل وتنكر. على فكرة شطار ناصي، كلامها كله صح. أخشى إنك تاخد كلامها محمل الجد ولا حاجة تزعل منها. هزعل من مرات أخويا؟ يلا تبقى حلوة. 35 36 37 38 شو 39 40 شربة. شباب ألو، توني جايب لك معايا إيه النهاردة؟ جايب لك حازم ابن خالتي. يا ما جابوا الغراب لأمه المجموعة الثانية. واحد، ما كنت جبت معاك حزبتين فجل ما كان احسن. وطبعا عايزين تتغدوا. الحقيقه حازم هيتغدى واستحمى وغير هدومه. هو كل هم في البلد يجي حد عندي ويتسند؟ استرح. والله يا مدام من اول ما شفتك قلت ان انت مش مرات اخويا. صلاح هو اللي جوزك. يا ناعم يا خفيف الظل يا ظريف انت يا رخم. اوعى تكون فاكرني مش فاهمه انت جاي هنا ليه. صحيح انت جاي ليه يا حازم؟ ليه؟ امك. اشمعنى؟ امك بعتها عشان ينغص علينا حياتنا، عايزاك تطلقني. ايوه بس مامي ميتها من 20 سنه. طب ومال؟ طيب روحي دلوقتي حضري لنا لقمه. يلا يا شرشر. ادي اللي نبني من جوازك، مش كفايه؟ ساكن بلاش، واكل بلاش، نايم بلاش، راكب بلاش، وفي الاخر جايب لي الرمه ده معاك. ما تضايقش نفسك، اعتبرها رامبو. رامبو لو هزقك هتكحي معاه؟ اطلاقا. خلاص على مهلك. شربات خايف عليك لا تزول. الحقيقه اكلها جن، نفسها حلو قوي في الطبيخ. انا واكل لغايه دلوقتي ثلاث حتت كفته. اربع. ده غير الضرب اللي كانته في دايره قسم السيد رئيس المباحث. صحيح شيء غريب يا اخي، بعد كل اللي عملوه فيك ده وتدافع عنهم؟ هنيتي المحاماه، انا محترف. ايوه كنت تنزل على القضيه. لا يا صاحبي، انا كسبان في الحالتين. لو هم كسبوا القضيه هاخد اتعاب، ولو خسروها هاخد تعويض. طبعا، طالع واكل، نازل واكل، قاعد واكل. الفلوس مش كل حاجه يا مدام. الحقيقه الاولاد دول صعبهم عليا، ظروفهم وحشه، عمرهم ما لقوا اللي يقف جنبهم وينور لهم طريقهم. دول عيال مجرمين، الاجرام في دمهم وراسي. ما ينفعش معاهم حاجة أبدا. ديل الكلب لن ينعدل حتى لعله في آخره قالب. أنا حاسس إن العهد اللي تعهدناه سوا هيعملوا المستحيل عشان يصونوه. أنا أراهنك إن في خلال 24 ساعة هيعملوا مصيبة تانية ويقفوا قدام النيابة. أراهنك بعمري. لا عمرك ولا عمري. 10 جنيه منك ل 10 جنيه مني. علقوا معايا. وأدي ال 10 جنيه بتاعتي. وكمان نشلوك. خذي بقى ال 10 جنيه مني. يا بنت الرفضي، تسعي صلاح شوقي رئيس المباحث. الناس خيبتها السبت والحد، وانا خيبت جوزي مش على حد. يا فضيحتك يا صلاح يا شوقي، يا فضيحتك. هنقضي بقيه الشهر ازاي؟ مش ناقص بقى غير ان اديك مصروفك. راح فين؟ سيبني حاسب، خد معايا ابني مش انا. وانا مين هيسعيني بقى مصروف؟